ما بيتلاثة ما بيتلاثن في ثمانية. كاميرات مراقبة ذكية وحرارية تؤكد وزارة الداخلية نصبها في عدد كبير من مناطق العاصمة بغداد وبعض المواقع المهمة لكشف أي تحرك إرهابي أو إجرامي. الوزارة أشارت إلى أن أغلب القطاعات الأمنية باتت تعتمد على أسلوب المراقبة والمتابعة الأمنية من خلال منظومة متكاملة ومتطورة للكاميرات الحرارية. هذه الكاميرات لها فائدة على كل الأصعدة، سواء على الصعيد الوقائي في الوقاية من حدوث الجرائم وأيضا الهجمات أو المحاولات الإرهابية، أو على مستوى التتبع التحقيقي لأي حدث يصير. تم نصب الكثير من الكاميرات في كل المناطق وخاصة في مراكز المدن، وعلى نفس الصعيد أيضا هنالك كاميرات حديثة ومتطورة تم نصبها في المنافذ الحدودية. هذه الكاميرات اليوم تعطينا صورة واضحة عن كل التحركات التي تحدث في كل المناطق في العراق. تقليل الاعتماد على الأفراد والاستغناء عن بعض السيطرات الأمنية يمكن تعويضها بمنظومة مراقبة بالكاميرات، هذا ما يؤكده متخصصون في الشأن الأمني، كونه يسهم في تحديد مستوى التهديد الأمني قبل تنفيذه ويوفر مساحة لمعالجته بوقت قياسي. هذه الكاميرات ضرورية جدا طبعا لحفظ الأمن وللمراقبة ولتسجيل أي تحركات مشبوهة، إعطاء انذار مبكر للأجهزة الأمنية التي لابد أن تكون على اتصال بها بأي وسيلة سواء الانترنت أو السلك أيضا، وحتى تكون هناك ردود فعل سريعة لملاحقة المجرمين. منظومة الكاميرات المتطورة الذكية التي تستطيع المراقبة والرصد ليلا ونهارا وبواسطة الانترنت هي اللي الآن تعوض عن كل المسائل والسيطرات، حتى بالنسبة للمرور، لتنظيم المرور، حركة المرور. وقد أحبطت منظومات المراقبة بالكاميرات الحرارية عددا كبيرا من الهجمات والاعتداءات الإرهابية قبل وقوعها، في وقت باتت أغلب دول العالم تعتمد في أمنها على عنصر التكنولوجيا المتطورة في تحقيق أمن مستقر. من بغداد، حسام التميمي، العراقية الإخبارية.